بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل في شابتر 6 Sampling Distribution. في المحاضرة اللي فاتت تعرفنا يعني ايه Sampling Distribution، وعرفنا ان احنا عندنا Population كبيرة، مجتمع كبير. المجتمع ده بناخد منه عينات مختلفة، ممكن with replacement او without replacement، وبعدين بنقيس ال X داش لكل واحد منهم، كل واحدة منهم من اسلان X داش. مراجعة سريعة كده، اكس 3 داش واكس 4 داش، هيطلع لنا فيكتور جديد اسمه الاكس داش. خلاص، ده بيساوي الايه؟ القيم دي، او فيه القيم دي اللي هو فيه اكس 1 داش، اكس 2 داش، اكس 3 داش، اكس 4 داش. الداش دي زي ما قلنا اللي هي المتوسط. طيب خدوا بالكم ان عرفنا ان احنا لو درسنا، لو خدنا اكتر من عينة، بقى مش لازم اربعة، اكتر خمسة ستة الف عينة، وطلعنا منها المتوسط، هيطلع لنا فيكتور جديد. الفيكتور ده هو ده اللي احنا هندرسه، هو ده محل الدراسة. الفيكتور اللي هيطلع ده هو ده محل الدراسة. محل الدراسة في لما نتكلم على sampling distribution for the mean، يعني انا اخد المين واعمل له sampling distribution، يبقى انا دي اسمها sampling distribution for the mean، لان انا طلعت كل عينه وحسبت لها المين، يبقى ده اسمه sampling distribution of the mean. وطبعا عرفنا من السنترال ليميت ثيورم ان لو ان عدد السامبلز المختلفه عددها اكتر من 30، اكتر من او يساوي 30، يبقى الديستريبيوشن بتاع البيانات دي، الديستريبيوشن بتاع البيانات دي هيكون ايه؟ هيكون نورمال، هيكون نورمال ديستريبيوشن. وعرفنا ان احنا ممكن نستخدم النورمال ديستريبيوشن عشان نقيس بيه اي قيمه، مثلا زد، والزد دي هتساوي اكس داش ناقص الميو اوفر سيجما اوفر سكوير روت اوف ان. وخدنا مثال على كده. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هناخد الفرق ما بين اتنين، يعني احنا خدنا على الميو بس اللي هي السامبلنج ديستريبيوشن اوف ميو. النهارده هنتكلم في حاجه جديده هكتبها في الصفحه اللي بعد دي، كتبها هنا كده، هكتب في الصفحة دي sampling distribution. مش بقى في اللحظة دي مين بقى، لا مش ده مين او المتوسط، لا sampling distribution of difference of two means، difference of two means. ده العنوان بتاع النهارده، يعني ده شغلنا النهارده، هنعمله ان نعمل sampling distribution of the difference of two means. طيب ليه بنعمل sampling distribution of different of two means؟ ليه two بالذات؟ two ليه؟ لان عاده بيبقى في مقارنه، عندنا population واحد population اتنين، وعمالين نقارن ما بين التو population. نقول مثلا ايه؟ نسبه التدخين في جامعه طيبه او في جامعه مثلا الملك عبد العزيز. نقارن الفئات المختلفة زي فئة البنات وفئة الرجال. ممكن نعمل مقارنات مختلفة ما بين نوعيات مختلفة من population. في الحالة دي لازم نستخدم sampling distribution of difference of two means. فهيبقى عندي population واحد، population رقم واحد، وعندي population رقم اتنين. دي المجتمع رقم واحد والمجتمع رقم اتنين، او مجتمع التجربة، مش لازم يكون مجتمع يجي في بالكم اللي هو الاشخاص، ممكن يكون اشخاص او اطوال او جنسيات او بيانات متاخدة من سنسور بتاع درجة حرارة، اي حاجة. يعني الارقام اللي تطلع اسمها البوبوليشن، الارقام الكاملة اسمها البوبوليشن. البوبوليشن واحد هيبقى لها ميو واحد ولها سيجما واحد، هيبقى لها متوسط وانحراف معياري معين، ودي هيبقى لها ميو 2 وسيجما 2. طيب هنيجي هنا نعمل سامبلينج،
ناخد سامبل معينة، والسامبل دي ليها N1 distribution، N1 اللي هي عدد السامبلز N1، وهنا سامبل 2 وعدد السامبل بيساوي N2 أو بيسموها N2 observations. الاكس داش هنا او الميو اكس داش او الاكس 1 داش او بيسموها الميو اكس 1 داش بتساوي ميو 1، وزي ما شفنا في اللي فاتت الميو هي الميو، لكن السيجما اكس 1 داش هتساوي سيجما 1 اوفر سكوير روت اوف ان 1، وهنا برضو اكس 2 داش هتساوي ميو اكس 2 داش بتساوي ميو 2، اما سيجما اكس 2 داش هتساوي سيجما 1 اوفر سكوير روت اوف ان 2، سيجما 2 اوفر سكوير روت اوف ان 2. طيب يبقى انا كده قدرت اوصل لتعريف عام لمين؟ لكل واحده من دول. عندنا بوبوليشن واحد عرفنا الميو هي الميو، والسيجما يعني الانحراف المعياري في السامبل، في السامبلنج ديستريبيوشن او في المينز اللي طالعه بيطلع سيجما 1 اوفر سكوير روت اوف ان 1، ما بيطلعش سيجما 1 زي الميو، لا بيطلع سيجما 1 اوفر سكوير روت اوف ان 1، ودي بتبقى سيجما 2 اوفر سكوير روت اوف ان 2. طب لو انا عايز اقيس بقى الفرق ما بين الاثنين، فرق ديفرنس اوف تو مينز، يعني هشوف المين الاولاني والفرق ما بينه وبين المين الثاني، هحسب دي ازاي؟ احسب دي ازاي؟ بسيطه جدا، انا هقول الميو بتاعت الفرق اللي هي اكس 1 ناقص اكس داش 2 داش بتساوي ميو اكس 1 داش ناقص ميو اكس 2 داش اللي هتساوي ميو 1 بتاعت البوبوليشن ناقص ميو 2، يعني المتوسط العام بتاع البوبوليشن ناقص المتوسط العام بتاع البوبوليشن الاولانيه والبوبوليشن الثانيه. بعد كده عرفنا خلاص يبقى خلاص الفرق في الميو هيطلع ميو 1 ناقص ميو 2، يعني المتوسط العام هنا ناقص المتوسط العام هنا. اما السيجما سكوير هتبقى السيجما سكوير لي او سيجما سكوير اوفر اكس 1 ناقص اكس 2 داش، دي هتساوي سيجما اكس 1 سكوير ماينس او زائد، هنا هتبقى ناقص سيجما 1، الفرق ما بينهم هيبقى زائد. طيب هو هيبقى هنا مش هيبقى فرق، هيبقى بلس، هيبقى الستاندرد ديفيشن هيتجمع مش هيتطرح، يبقى سيجما اكس 1 داش ناقص سيجما اكس 2 داش هيساوي سيجما 1 او اكس 1 سكوير سيجما اكس 2 داش سكوير زائد مش ناقص، يبقى بيساوي سيجما 1 سكوير على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2. يبقى هو الانحراف المعياري، مربع الانحراف المعياري بتاع البوبوليشن الاولانيه على السامبل زائد مربع الانحراف المعياري للبوبوليشن الثانيه على حجم السامبل الثاني. تمام، يبقى عرفنا كده. خدوا بالكم من الجمع، هنا في طرح هنا في جمع. تمام، طيب ليه؟ لان احنا هنستخدم القانون بشكل مباشر، القانون اهو اللي احنا هنستخدم فيه ازاي نجيب البروبابيليتي او نجيب المين، البروبابيليتي بتاعت حاجه معينه لما ندرس المين او الديفرنس بتوين تو مينز، يعني تجربه معينه عايزين نشوف البروبابيليتي بتاعت مثلا ان الفرق ما بين التو مينز يكون كذا. فدي هنعملها ازاي؟ احنا هنفترض ان هو مش هنفترض بقى، لو الان اكبر من 30 يبقى احنا هنتكلم في الزد او نتكلم في النورمال ديستريبيوشن. في الحالة دي الزد هنا مش هتطلع زي الزد الأولانية، اللي هي لو انتوا فاكرين الزد الأولانية اكس 1 داش ناقص ميو
على سيجما اوفر سكوير روت اوف ان، ده الاولانيه اللي هي بندرس مين واحده بس. هنا بندرس تو مينز، يبقى الزد هتساوي اكس 1 داش ناقص اكس 2 داش ناقص ميو 1 ناقص ميو 2 على سكوير روت اوف سيجما 1 سكوير على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2. ده اللي طلعناهم في الصفحه اللي قبل دي، اللي هي الميو، كأن انا عوضت عن الميو دي اهو، عن الميو دي بالايه، بالارقام دي، وعوضت عن سيجما اوفر سكوير روت اوف ان بالاثنين دول. تمام، يبقى هي بس ايه الفرق بس، يعني عملته بدل ما هو على مين واحد بقى على تو مينز، بقى على تو مينز. هو ده القانون بقى اللي احنا هنشتغل عليه، يعني كل المسائل لازم نكون عارفين القانون ده كويس جدا، لازم نبقى عارفين القانون ده كويس جدا، لان ده القانون اللي احنا هنشتغل بيه. اي مساله بعد كده لازم نبقى واخدين بالنا من القانون، من القانون ده. طيب هناخد مثال وبالمثال يتضح المقال زي ما بيقولوا. عندنا population واحد P1، هنقول عليها P1. الـ population واحد الخصائص بتاعتها بتقول ميو واحد بتساوي 6.5 و سيجما 1 سكوير بتساوي 0.9. ده عمر العمر الافتراضي ل العمر الافتراضي بالشهور ل يعني ماشين ما او مكنه او لمبه او حاجه زي كده، عمر افتراضي لاله او لاداه كهربيه، المهم او لا لحاجه كهربيه يعني. فعندنا ميو 1 بتساوي 6.5 وعندنا سيجما 1 سكوير بتساوي 0.9. بالنسبه للبوبوليشن الثانيه هنشد خط كده ونكتب population 2، فيها مواصفات مختلفة شوية. ميو 2 بتساوي 6 0 يعني 6 بالظبط، وسيجما 2 سيجما هنا سيجما 1 مش الفارينس، لا الانحراف المعياري، وهنا برضو الفارينس بيساوي عفوا الانحراف المعياري مش الفارينس، ده الانحراف المعياري. الفارينس بيبقى سيجما 1 سكوير، ده الفارينس، الانحراف المعياري سيجما 1. فاحنا هنا الانحراف المعياري، يعني لو انا غلطت وقلت لا، هو هنا الانحراف المعياري وهنا برضو الانحراف المعياري هو 0.8. فلو جبنا سامبل من N1 وكان حجم السامبل هو 36، وجبنا سامبل من N2 وحجم السامبل كان 49، السؤال بقى ده يبقى N1 هنحطها هنا، N1 بتساوي 36 و N2 بتساوي N2 بتساوي 49، ونشيل دول بقى عشان كده ما نلخبطش. يبقى ده P1 وده P2، دول الاثنين مفصولين عن بعض. فدلوقتي هو السؤال بقى what is the probability that a random sample of 36 TVs، هو الجهاز اللي انا بقول عليه طلع تلفزيون. ف لو فرضنا ان احنا سحبنا عينة وحجم العينة ان بتساوي 36 تي فيز، يعني 36 تلفزيون from P1، تمام، سحبنا 36 عينة من ايه، من يبقى ان 1 بتساوي 36 و we have لو سحبنا عينة ب 36 احتمال قد ايه؟ will have a mean life that is at least one year larger than the sample of 9049 TVs from population 2. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول ان انا لو عندي سحبت 36 تلفزيون من ان واحد وطلعت ان 2 بتساوي زي ما هو كاتب لي هنا في 49 تي في، ايه الفرصه او الاحتمال ان يكون الفرق ما بين الاثنين ميو اكبر من واحد سنه، يعني يكون فيه زياده لعمر العمر الافتراضي للسامبل الاولانيه عن السامبل الثانيه بمقدار سنه كامله. يبقى السامبل الاولانيه احسن من الثانيه بسنه كامله، احتمال قد ايه ان يطلع فعلا ان السامبل الاولانيه احسن من السامبل الثانيه؟ الميو متوسط العمر بتاعها يكون في فرق سنه كامله.
يعني انا بعمل ايه؟ يعني انا بعمل ايه؟ كاني بعمل كده البروبابيلتي، كاني بحسب البروبابيلتي بتاعت اكس 1 داش ناقص اكس 2 داش تكون اكبر من او يساوي سنه. الفرق ما بين التو مينز يكون سنه. طيب انا عايز احسب الموضوع ده على طول، بطلع البارامترز بتاعتي، ممكن اطلعها في الورقه الثانيه عشان يبقى قدامي الحل. هنقول ميو اكس 1 داش ناقص اكس 2 داش، خدوا بالكم دي سبسكريبت، يعني ده كله دي سبسكريبت، يعني حجم صغير بيتكتب بحجم صغير تحت الميو، بتساوي ميو اكس 1 داش ناقص ميو، او على طول بقى احنا عارفين انها ميو 1 ناقص ميو 2 على طول. ميو 1 المتوسط بتاع الاولاني كان 6.5 والتاني 6 صح؟ 6 يبقى بيساوي 0.5، يبقى بيساوي نص، يبقى الفرق، يبقى الميو المفروض الميو بتاع السامبل هيطلع بتاع الفرق ما بينهم هيطلع 0.5. بالنسبة لسيجما x1 داش ناقص x2 داش، السيجما بقى والانحراف المعياري هيطلع حاجة تانية خالص، هيطلع الجذر التربيعي لسيجما x1 داش سكوير زائد سيجما 2 داش اكس 2 داش سكوير. طبعا هو بيطول الايه الموضوع شويه، لكن احنا ممكن نختصر، هقول لكم على طريقه ثانيه نختصر بيها الموضوع. سيجما 1 سكوير على ان 1 زائد سيجما 2 سكوير على ان 2، بعدين هنعوض بيساوي، هجيب سيجما 1 سكوير هلاقي سيجما 1 بتساوي 0.9، يبقى دي 81، 0.9 تربيع اللي هي 81 من 100 على N1 36 36 N1 على طول 36 من غير تربيع ولا حاجة، زائد تربيع 8 من 10 اللي هي 64 من 100 على N2 اللي هي 49. الرقم ده هيطلع 0.189 لو حسبناه بالآلة الحاسبة. فأنا عندي قيمة اهي وعندي قيمة اهي. هاجي هنا واقول البروبابيلتي، هستخدم القانون بقى، البروبابيلتي بتاعت اكس 1 داش ناقص اكس 2 داش انها تكون اكبر من او يساوي الواحد، هي بتساوي بي اوف زد، بي او بي اوف زد اكبر من او يساوي واحد ناقص الميو على سيجما اوف سكوير روت اوف ان، اللي هي لو احنا عايزين بقى ايه نقول هقول لكم القانون احسن، اللي هو السيجما اللي هو ميو 1 ناقص ميو 2 ناقص، هقوله احسن، ميو 1 ناقص لا مش ميو، اكس 1 ناقص اكس 2، اكس 1 داش ناقص اكس 2 داش، ميو 1 ناقص ميو 2 على، انا بفتكر القانون مش حافظه صراحه لكن انا بفتكره معاكم، على سكوير روت اوف سيجما 1، سيجما 1 سكوير اوفر ان 1 زائد سيجما 2 سكوير اوفر ان 2. طيب يبقى بي اوف زد هعوض بقى اكبر من او يساوي، هعوض دول الاثنين، انا عايز الفرق يكون اكبر من او يساوي واحد، هفترض ان هو واحد، ناقص ميو واحد ناقص ميو اتنين انا حسبتها اللي هي طلعت نص، يبقى واحد ناقص نص على الجذر التربيعي للكلام ده كله اهو انا حسبته اصلا وطلع 0.189، يبقى كاني بحسب البي اوف زد اكبر من او بيساوي واحد. طيب احنا مش هنكرر تاني بقى، مش هنقعد نكرر كل شويه، لا انا عايز اكبر من الاكبر من زي ما قلت لكم، لا ما ينفعش لازم نحولها لاصغر من، واحد ناقص بي اوف زد اقل من، هنحسب الرقم ده هيطلع بالاله الحاسبه هيطلع 265. هنروح نشوف دي بالجدول، هنروح ال A3 جدول A3 يبقى بيساوي واحد ناقص 0.996 بتساوي 0.004.
هنبص في جدول الـ A3 هتطلع الرقم، هيطلع 0.996 بيساوي الناتج 1 ناقص 0.996 هيطلع 0.004. فدي هي النتيجة. الاحتمال ضعيف جدا ان يبقى فيه ان العينة الأولانية المتوسط بتاعها هيكون أعلى بسنة من العينة التانية. تمام، ده الترجمة الفورية للموضوع ده. طيب ناخد مثال تاني، ايه رأيكم ناخد مثال تاني؟ ناخد مثال تاني مفيش مشكلة خالص. sampling distribution للديفرنس بتاع المين، دي حاجة مهمة جدا. فهنا عندنا شركة، والشركة بتشوف الديفرنس بتوين تو بوبيليشنز، المين بتاع تو بوبيليشنز للبلبز اللي هو اللمبات اللي بتعيش اطول. هنقول الميثود A والميثود B، هنقول على الميثود A والميثود B، تستخدمه ميثود A وميثود B. الديستريبيوشن بتاع ال A وال B مش معروف. اوكي، وي نو ذات ذا ستاندرد ديفيشن اوف بوث از 50 اورز، يعني سيجما واحد بتساوي 50 اورز وسيجما 2 بتساوي 50 اورز. طيب دي اول معلومه. assume that the mean life time for both methods is the same، يعني ال means is the same. يبقى معنى كده ان mu ال mean is the same، يعني mu a ناقص mu b بتساوي صفر، لان الاثنين الفرق ما بينهم بيساوي صفر. هما بيقولوا mu a وميو b the same، فالمعلومه دي بتقول لي لو هما الاثنين the same يبقى الفرق ما بينهم بيساوي صفر. خدوا بالكم المعلومه دي، لان هو مش مديني قيم للميو، هو مديني الفرق ما بينهم بيساوي صفر. طيب find، يعني اوجد find ال probability ان ال x a داش الفرق ما بين ال two means يكون اكبر من او يساوي 15 ساعه. الفرق ما بين ال two means يساوي 15 ساعه. تمام، طيب حجم العينة هنا كام؟ حجم العينة اللي أنا هاخدها من دي عشان أحسب الفرق بتاع الـ X داش، لأن ده بتاع العينة. فالعينة كام؟ العينة حجمها N A بتساوي 100، والعينة بتاعت الـ B أي اللي كمان هي بتساوي 100 برضه، يبقى N B بتساوي 100. عايزين نحسب أهم حاجة، نحسب عندنا، نحسب دي على طول. بنقول الحل solution، بنقول ان ميو اي ناقص ميو بي بتساوي صفر، شكرا مش محتاج بقى ان انا احسب الفرق. بعد كده سيجما اكس اي داش ناقص اكس بي داش، خدوا بالكم ان السيجما دي كلها سبسكريبت، يعني دي كلها تحت الايه السبسكريبت ده، يبقى بيساوي على طول هنستخدم على طول القانون اللي هو سيجما سكوير 50 تربيع على 100 زائد برضو السيجما 1 والسيجما 2 بيساوي 50، ده 50 وده 50، يبقى 50 برضو على N2 برضو 100، يعني دي A 100 ودي 100 ودي 50 ودي 50، يبقى بيساوي لو جبناها كده هنلاقي لو شلنا لو ربعنا دي هتبقى 25 2500، يعني دي مربعها 2500، يبقى جذر هتطلع كده جذر 25 زائد 25، لأن 2500 صفر صفر، وهنا تحت صفر صفر، صفر صفر هيروح مع الصفر صفر يبقى 25، 25 هيساوي جذر 50، هيساوي جذر 50 اللي هو بيساوي 7.7، لو بيساوي 7.7. طيب لو عايز احسب بقى البروبابيليتي، ده اهم حاجه، ده الفايند، ده اللي احنا عايزين نجيبه. p of x a داش ناقص x b داش اكبر من او يساوي 15 بيساوي
بي اوف زد اكبر من او يساوي، انا عندي ال 15 دي الاكس، وعندي الفرق الثاني بيساوي صفر اللي هو ده، احطه ممكن احط ميو اي ناقص ميو بي وبعدين احط صفر، لا على طول بقى نعوض تعويض مباشر على الكلكعة الكبيرة دي، هنحطها تحت اللي هي 7 0 7، هتطلع بتساوي بي اوف او واحد بتساوي واحد طبعا اكبر من، يبقى واحد ناقص بي اوف زد، لو حسبنا المجموع ده 15 على 7 هيطلع 2.12، يبقى بيساوي 1 ناقص 0.983. ده منين؟ جبتها منين دي؟ جبتها من تيبل A3، تيبل A3، رحت لتيبل A3 فيطلع لي كام؟ هيطلع لي بيساوي 1 0.017. خدوا بالكم بقى يعني ايه، عشان تيبل A3 ثواني، عشان الناس يعني الناس اللي نسيت التيبل، هطلع التيبل دلوقتي واقول لكم على ازاي حلينا المسألة الأخيرة دي او الجزء الأخير. تيبل A3 في تيبل A5، انا عندي تيبل A5 عندي تيبل A3، ده اللي هو probability of 2.12. هتيجي منين؟ ده الناقص، ده مش نافع، ده مش نافع معايا، لا هينفع معايا ده 2.1، وبعدين هنطلع على ال 2 اهو، ده 2.1 ده 2 اهو، ده 2.12 اللي هو 9.38، 9.38، 30 دي الصفر تحطها وما تحطهاش مش تفرق، تمام؟ يبقى 1 ناقص 9.38 طلعناها من الجدول تاني، عشان برضو الناس اللي نسيت الجدول ازاي تستخدم الجدول، اهو طلعنا من الجدول A3 وحلينا المسألة. طيب لو عايزين نشوف، صراحة أنا بحب المسائل اللي هي الشاملة بيسموها، المسائل الشاملة دي بتجيب المحتوى من أول السنة، من أول كمان من أول ما تعلمنا خالص شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر 3، من المسائل الجميلة جدا في التكست بوك. هتلاقي في مسألة اسمها 8-18 في شابتر 8، المسألة دي جميلة جدا، بتقول إيه؟ لو عندي f of x بتساوي تلت، في الاكس بتساوي 2 و4 و6 و0 ال سوير، اوجد ان البروبابيلتي بتاعه الاكس داش بتكون ما بين 4.15% و 4.13 او 35%، اوجد البروبابيلتي دي. طبعا عشان اجيب البروبابيلتي دي، يعني البروبابيلتي بتاعه السامبل والسايز بتاعت السامبل كان كام؟ ان بتساوي 54، خدت السامبل دي عايز اجيب البروبابيلتي بتاعت الاكس داش بتاعتها تكون ما بين الرقمين دول. يعني ايه؟ يعني انا خدت سامبل وعايز اشوف البروبابيلتي ان المين يطلع ما بين الرقمين دول، جيفن ان الفانكشن او البي دي اف بتاعت البيانات هي دي، يعني البيانات تتوصف بالمعادله دي، البيانات اللي هو بجمعها من المجتمع بوصفها بالمعادلة دي، فعايزين ناخد منها عينة 54، عايزين نحسب احتمال ان المين يكون ما بين الرقمين دول، المتوسط يكون ما بين الرقمين دول. اتفهمت كده المسألة؟ عشان نحل المسألة دي لازم نستخدم sampling distribution، لازم نستخدم sampling distribution for the mean not the difference of two means، يعني المسألة دي على المحاضرة اللي فاتت مش المحاضرة بتاعت النهاردة. يبقى الحل اول حاجة انا محتاج ان انا احسب، لو انتوا لاحظتوا هنلاقي بنحسب المين وبنحسب السيجما، يبقى لازم نحسب المين ونحسب السيجما. المين هنا هو الاكسبكتد فاليو بتاع الاف اوف اكس، يبقى المين هو الاكسبكتد فاليو بتاع الاف اوف اكس او الاكس، يبقى بيساوي سميشن اكس اكس اوفر اكس، يعني اف اكس في اف اوف اكس، اكس في اف اوف اكس بتساوي x اللي هي عندنا ثلاث قيم للx اللي هي 2 في f of x اللي هي تلت اللي هي دي، زائد ده summation
أربعة في تلت زائد ستة في تلت. الكلام ده لو خدنا تلت عامل مشترك وجمعنا دول هيبقى اتنين واربعة ستة، 12، 12 على تلاتة بيساوي اربعة. السيجما اكس سكوير هتساوي اي اوف اكس سكوير ناقص ميو سكوير. ده القانون برضو ايه، كان موجود في المحاضرة او شابتر اربعة، موجود القانون ده. هنحسب الاي اوف اكس سكوير الاول، هتساوي سميشن ل اكس ل اكس اوفر اس اوفر اكس، يعني سميشن اوفر اكس ل اكس سكوير اف اوف اكس. زي ما جبنا الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس، لا هنجيب الاكسبكتد فاليو بتاع الاكس سكوير. حطينا هنا اكس، هنحط هنا اكس سكوير، يبقى بيساوي اكس سكوير اللي هو مربع الاكس، هيبقى مربع الاثنين هيبقى 4 في تلت، 4 في تلت. طبعا الكلام ده ناقص ميو سكوير، ميو سكوير اللي هي عارفين الميو بتطلع، احنا طلعناه باربعه يعني ناقص 6. لسه هنحسب الكلام ده، احنا بنحسب الاي اوف اكس سكوير بس. بتساوي 4 في تلت زائد 16 في تلت زائد 36 في تلت، هيساوي تلت في 20 زائد 36، بتساوي تلت في كام؟ 56. 56 يبقى 56 على 3، يبقى 56 على 3 بيساوي 56. 56 على 3 بيساوي 56 على 3. طيب عاوزين نحسب بقى، نعوض هنا سيجما اكس سكوير بتساوي اي اوف اكس سكوير اللي هي طلعناها 56 على 3 ناقص ميو سكوير اللي هي 4، الميو اللي هي دي اللي هي 4 سكوير، هيساوي 56 على 3 ناقص 16. الرقم ده لو حسبناه هيطلع 8 على 3. يبقى انا جبت سيجما سكوير وجبت الميو، هي الفكره ان هما مش موجودين في كل مساله بيديهم لي، المره دي لا انا بحسبهم. هي دي الفكره بتاع المساله، هي دي الفكره. فانا عارف ان الميو في الحاله دي، الميو بتاعت السامبل هي نفسها الميو بتاعت البوبوليشن اللي هي بتساوي 4، والسيجما سكوير او السيجما اكس داش بتساوي سيجما اوفر سكوير روت اوف ان، بتساوي سيجما اللي هي حسبناها طلعت ب 8 على 3 على الجذر التربيعي ل 54، الجذر التربيعي ل 54. سيجما احنا حاسبين سيجما سكوير، طب ثواني، حاسبين سيجما سكوير مش حاسبين سيجما، ثواني، حاسبين سيجما سكوير مش سيجما. يبقى في الحالة دي، في الحالة دي يبقى مش هنستخدم سيجما سكوير اوفر ان، مش هنستخدم ايه، هنستخدم كده سيجما سكوير اوفر ان، يبقى سيجما اكس سكوير بتساوي سيجما سكوير اوفر ان. سيجما سكوير اوفر ان اللي هي 8 على 3 على ان اللي هي السامبل سايز اللي هي كام؟ 54. الرقم ده هيطلع كام؟ يؤدي لان سيجما اكس داش من غير تربيع بقى، من غير تربيع، بتساوي الجذر التربيعي ل 8 على 3 على 54. لو حسبنا الرقم ده هيطلع كام؟ هيطلع 4 على 81 اللي هي بتساوي 2 على 9، هتساوي 2 على 9. دي كلها تربيع، ده الجذر التربيعي، جذر التربيعي ل 4 على 81 هتساوي 2 على 9. طيب تمام كده، فعلا كده.
54 دي 8 على 3 تحت، اوكي يبقى 1 4 على 8 81، جذر 4 ضرب 2، وجذر 81 9. طيب يبقى 2 على 9 كده، جبنا بتاع الميو بتاع السامبل، جبنا السيجما سكوير بتاعت السامبل. فاضل ايه؟ ان احنا نعوض في القانون بي اوف اكس داش ما بين، هو عايز يحسبها بقى، عايز يحسب الاكس داش تكون ما بين 4 15 و 4 35 بتساوي بي اوف زد ما بين الرقمين دول، اكس او اكس اللي هي دي 4 15 ناقص ميو دي اللي هي 4 على سيجما اوفر سكوير روت اوف ان اللي هي على 2 على 9، دي برضو 4 3 5 ناقص 4 على 2 اوفر 9، يبقى هتساوي بي اوف زد ما بين الرقمين دول لو حسبناهم بالآلة الحاسبة طبعا عشان الوقت، يبقى 68 من 100، وهنا 1 58، هتساوي الرقمين دول لو روحنا من تيبل A3 هنلاقي ان دي probability بتاعتها 0.9429 ناقص 0. دي برضو من التيبل 0.7517 بتساوي 0.1912. كده خلصنا المسألة، حسبنا ان احتمال لو اخدنا عينة بحجم 54 و من نقيس احتمال قد ايه ان المين بتاعها يطلع ما بين الرقمين دول، طلع الايه النسبة حوالي 20% او 19%. تمام كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.